جمعوا يا سمسمة. سمسمة تعالي، كفاية كفاية كفاية، اقعدي. وازيكم شباب، معكم حلقة جديدة مع نور جيمنج. النهاردة شباب هنلعب لعبة ماينكرافت معانا ضيفة جديدة، سمسمة. شباب سمسمة ليك. طبعا شباب الحمد لله نزلت المود بس هيقعد يعلق شوية عندي، يقعد يعلق ان المدة بتاع هابي فاميلي ده اسمه المدة هابي فاميلي، فيقعد يعلق. فبسم الله الرحمن الرحيم، هابي فاميلي، اكتب بس اكتب اكتب هابي بعد كده فاميلي، هتلاقيها على طول يا شباب، لاقيها. وطبعا قبل ما ابتدي عايزين لايك وسبسكرايب كومنت ونوصل كام يا سمسم؟ نوصل كام؟ يا شباب شباب انا كنت عايز اوديها المدرسة عشان تقعد تتعلم بدل اللي تعمل كده وكده، يعني لا صح. بصي فيه، استنى يا شباب. سمع سمسمة، حد شايفنا؟ حد شايفنا يا سمسمة؟ تعالي بسرعة، تعالي. أيوة هدي بوس، هدي بوس، هدي بوس. شو احنا متجوزين؟ هدي بقى بوس، هدي بوس بسرعة بسرعة، هدي بوس يا بنت. أيوة هدي، تعالي. حبيبتي يا سمسومة، روحي جمعي يعني خشب، حبة خشب. انت معاكي خشب ولا لا؟ طلعي اللي معاكي. اوه الموت حلوة يا شباب. كاسم سمع، اقعدي شوية قبل ما النهار. بي 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 بي. لا هتهزر، اتقرب بس. اقسم بالله يا شباب بيهزر البتاع ده، اقسم بالله. يعني انا تعبان وسمسم عايزه تنام، اقسم بالله، اقسم بالله سمسم عايزه. هاتهو كمان، هاتهو سمسمة. بتتفرج على اقسم بالله حملك شباك، اقسم بالله سمسمة حملك شباك. ماشي تمام، هي بتحب الشباك. انت الليج، لا اقسم بالله الليج، في ليج المود. بصوا يا شباب، بصوا الحركة دي، بيو. هو قولي، هو تقولي اقسم هتبص. بصيت يبقى كده في مشكلة يا سمسم. لا خلاص خلاص خلاص، اهرب اهرب. انا رايح فين؟ انا راجع تاني. عامل ايه يا ترى في الكرافتنج؟ فكروا كده معايا، عامل ايه في الكرافتنج يا شباب؟ التتربتتا. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ عايز اعرف حاجة. مش عايز اضرب. سمسمة هي بالاكس، والله ما عارف حاجة في ماينكرافت، انا مجنون من رسمي. سمسمة اودي ست قبل ما اجمع انا شوية خشب. سمسمة حبيبتي بتعمل ايه ايه يا ترى؟ هتعمل ايه ايه ايه؟ عايز اصنع بيت.
بيت بس صغير بقى. نقعد بقى نعمل تشيست والكلام ده. يا ريت بقى ونعمل البحر ونعمل هواء وكل الدنيا برواق. اهله كده شوية خشب. اوكي نعمل لنا بقى. اوكي عندك لك مش هترد عشان عندها لك. ايه المود عندها لك. اقسم بالله بتلخبط. ليه هو انت هيبقى عندك لك تاني؟ ايه عندك لك تاني؟ تمام عادي. بص يا شباب نعمل ايه دلوقتي؟ نعمل كده نعمل كده يعني مش هنخليه كبير شوية صغير شوية يعني على مقاسنا بقى. يا رب بقى يكفي الخير. سمسمة تعرفي تعمليه من الشات صح عشان هي اصلا موت فما بتعرفش تستخدم الشات. انا عايزة اخليها الصبح يا شباب عشان وانا اخليها ايدي ولا بزفة. انا لو خليها بزك في اليابا كده الزوم مش حد. لا ايدي انا مش المفروض اخلي. انا مجنون انا مجنون رسمي. يا رب بقى البيت يكفي. يا واحدة كده سمسمة ومش بتساعدني يعني انا بعمل لها اللي هي عايزاه وما بتساعدنيش. يا لهوي سمسمة بتساعدنيش يا واحدة تفرج عليا عشان انا بتلاشي يعني بقول لك ست وما بتساعدنيش عشان تعبت بصراحة عشان السمسمة مش بتساعدني. اقسم بالله من كتر ما مش بتساعدني كتر ما ايه بتعب. يا رب يخلي سمسمة. انا لو خشب فضى بحيجي بيدي يعني مش هنعمل البيت كبير لا صغير شوية. يا بتحب كبير. يا رب بقى عشان نبص الشباب يا بقى نكبره بقى بس اما يبقى عندنا خشب. انا خلصت كده روح جمع لي خشب بعدين اعرف انا هعمل ايه. انا يا ترى اعمل ايه يا شباب؟ اكبره انا مش عارف اعمل ايه. انا اكبره ولا اصغره يا شباب شويه بلعب يعني اصغره وبعد كده اما يبقى معايا خشب كتير اكبره صح يا شباب ولا ايه؟ انا عايز بصراحة اكبره مش هيبقى فيها معايا حاجة. سمسمة تعالي سمسمة يلا معاكي خشب. الله عليك يا سمسمة. ارمولي استنى ارمولي بيت. اوكي يلا بينا نحط ايه كده. ست يا سمسمة ست. بعد ما هي تقعد بقى شوية انا مش عايز يعني بقول لها ست عشان يعني هتقف كده كتير دي رجليها كده هتوجعها بس كده يعني سبعة هيكفوا ما اعرفش بقى يا شباب بس بسم الله ربي كفو. لا مش هيكفو. سمسمة خشب انا مش هو اما بكبره مش شفته بقى ما بكبره. لو كبرته ايه اللي هيحصل؟ هيحصل حاجات كتير. جيب اتنين بس يا سمسمة جيب اتنين انا هستنى هقف هنا هي بتلف ايه
ارمولي المولي ارمولي وانا الحمد لله ارمولي الله عليك يا سمسمة. اتنين بالظبط زي ما قلت لك. الله عليك ستة سمسمة. اوكي يا شباب هرجع لكم. السمسمة خصمتني يا شباب. بصوا قاعدة زعلانة خصماني ان انا ضربتها بالغلط. اقسم بالله كنت عايزة بوقف الفيديو يا شباب وانا بقول لها انا اسف انا اللي بوقف الفيديو مش برضو. طب خليها. انا بقول لكم يا شباب هو بقول لكم الحقيقة مش عايزة تسامحني. اعمل لي اربعة تاخد صفاعة فتاخد اربعة مليون مليون كل مليون. خدي الديرت. ليه بقى بحط ديرت؟ خلاص يا سمسمة سمسمة انا اسف اقسم بالله اسف. هاتي بوس هاتي بوس. هي اللي تقرب عشان هي تعرف بس كده سامحتيني. تمام عادي بقى. بصي بصي عادي قبل ما اخلص عشان البنت هياخده يا رب. هو انا اللي عندي اللاك ولا هي اللي عندها المود اللي عندي اللاك؟ الله عليك يا نور. شكرا يا سمسمة. ده انا معايا خشب. خشب والله عليك. عايزه اقفل بقى. المفروض ان انا اقفل. لا اصحى كبروا كمان. صح يا شباب لازم لازم اكبره. هكبره شباب وارجع لكم تاني عشان ده هياخد وقت بصراحه. ارجع لكم. سمسمه قولي الحقيقه انتي جبت الدايموند منين؟ اما كنت انا في الكهف كنت بجمع 64 كل. جمعتي الدايموند ازاي؟ قولي اضربك. سمسمه قولي جمعتي ازاي؟ قولي جمعتي ازاي؟ وشك في الحيط وشك في الحيط. ايوه نامي نامي بس تعبتي مني بصراحه. يا عليكي جبتي ازاي الدايموند؟ شباب انا مش عايزه اغش يا شباب. انا بلعب سيرفايفل يعني ما سمسمة مش عايزه اغش. هي غشت ولا ايه بالظبط؟ ماني معايا هرب ده. سمسمة سمسمة انا لسه زعلان منك. وشك في الحيط وشك في الحيط. تمام عارفه لو قربتي تاني من الدايموند انا ممكن اضربك. انا مش مش انا الشباب. طب اسيبها زعلانه كده. سمسمة بصيري انا اسف اقسم بالله اسف يا سمسمة اسف. وحلو الدايموند وهديلك هديلك 10 دايموند. تمام تمام. طب هدي بص ربي